لنفسنا لا أتملق لأحد. أكثر الذين يذلون أنفسهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل لعاعة من الدنيا. لن تحصل إلا ما كتب الله لك، ولن يفوتك ما كتب الله لك. انتهى الأمر. على ماذا أذل نفسي؟ على ماذا أهينها؟ إذا كان الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، والله من آمن بهذا الحديث إيمانا صادقا لن يخشى أحدا، ولن يهاب أحدا، ولن يتزلف لأحد، ولن يذل نفسه لأحد. فإذا أردنا أن نعيش أعزة في هذه الدنيا فعلينا أن نتيقن بأمرين. أما الأول فهو أن الرزاق هو الله، وأنه لا يزيد في رزقك فلس ولا ينقص فلس. فإذا أيقن الإنسان أن كل شيء مكتوب هان علينا، وأن الرزاق هو الله. الأمر الثاني، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، انتهى الأمر.